أفلح من ذكر الله وصلى على النبي. ما شاء الله تبارك الله. يا أهل البرسيم يا أهل الحلال، هذا برسيم الشد 90 إلى 95، الوزن 24 إلى 29، ملاحظة عدم تحويل مبالغ مالية، الشراء على الشوف والحوف. ولتفاصيل أكثر تواصل عليكم الجوال، لا تنسوا دعم القناة بإعجابكم، جزاكم الله خير، واللي ما اشترك يشترك، فعل زر الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.